أثرت جائحة كورونا على جميع الأنشطة بما فيها النشاط الرياضي في مختلف الألعاب والبطولات والمسابقات الرياضية ضمن إجراءاتها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد أو ما بات يعرف بكوفيد 19. وجد اللاعبين أنفسهم وسط هذه الأزمة ملزمين بمحدودية الخيارات كممارسة الرياضة في المنزل واستخدام الأجهزة الرياضية المنزلية. أما من يملك حديقة أو مسبح داخل المنزل فهو يملك حظا وفيرا لتنوع الخيارات في ممارسة الرياضة. ومن باب تشجيع الناس على تطبيق التباعد الاجتماعي أصبحنا نشاهد التحديات الرياضية المنزلية التي يقوم بها مجموعة من اللاعبين السعوديين والعالميين. وبحسب رأي الأخصائيين من المهم جدا ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميا، وذلك ضمن الظروف التي قل فيها النشاط البدني وزادت فيها فترة الجلوس في المنزل. لقناة الإخبارية عبد العزيز إدريس، جدة.